اهلا وسهلا. اليوم 28 شعبان، يعني ربنا رايد نصوم رمضان مع بعض. انت ايه ده؟ انت ما لبستش جلابيه ليه؟ ما دي جلابيه يا باشا. ده قميص مش جلابيه. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا حامد، تعال سلم على عمك ناجي بيك عطله واخواتك من مصر. اهلا بالعم ناجي. حامد ابني نقيب في حماس. ونعم الناس. انتوا اللي نضلتوا وصمدتوا ووقفتوا قدام الجيش الاسرائيلي وعلمتوهم الادب. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. نجيب ابني الوسطاني امين سر الشبيبه في غزه من فتح. ونعم الناس. انتوا تاريخ النضال الفلسطيني. انتوا اللي اطلقتوا اول رصاصه ورميتوا اول حجر. مساء الخير يا جماعة. مساء الخير. قول ياسر ابن الزغير آخر العنقود. وده مع دول ولا مع دول؟ لا، هذا مع المورستان، هذا بحاله. سنة كام يا ياسر؟ رابعة كمبيوتر. ونعم الناس. أنا عاد لي دماغ لحالي، غير أخويا حامد وأخويا نجيب. أنا شخصياً شايف إنه ما فيش فايدة، عشان هيك كل اسبوع زمن وبخلص الجامعه واهج بعيد عن هان. انا بقى بحب الدماغ دي قوي، اصل انا زيك كده غاوي هجاجان. وناوي تروح فين؟ امريكا؟ اعوذ بالله. ايه في ايه؟ لا يا عم، انا مرتب حالي على السويد، هم الخواجات صح في اوروبا. ده انت تلاقيك مربط مع مزه هناك يا عم. هي هيك صار لنا 4 سنين متقابل عالشات، قمر بتقول للقمر قوم لقعد مطرحك. ايش يا باشمهندس؟ ليش قاعد بعيد هيك؟ احنا ما بنحكيش في السياسه يا زلمه. لا اصلا انا امي وحشتني قوي بس هيك. طب ما تحاكيها. هو ممكن خد بس دير بالك احسن بيقطع على طول. انتوا ما عندكوش ديسكو في غزه؟ طيب ايه يا بابا، وانت وحشني اكتر يا حبيبي، طمني على صحتك. يا سيدي انا كويس الحمد لله، المهم انت خلي بالك من نفسك. لا 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 بقول لك ايه، مش وقت الكلام ده، انا اصلا مش هينفع اطول في المكالمه، بس انا هحاول اكلمك قريب ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا ابو كباتر. ايوه كده، لا اله الا الله. والله يا اخ حامد اللي انتوا بتعملوه ده ربنا هيكافئكم عنه ويجازيكم خير ان شاء الله، عشان كده الشعب اختاركم. ومهما كانوا الصهاينه عندهم سلاح، ومهما كانت امريكا بتساعدهم دوله الفجور والضلال والفسق، قادر ربنا ينصرك على القوم الكافرين. يقول تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ حسن، إنما أنت ما قلتليش إيش جايين تسووا هان؟ ده سؤال لا أستطيع الإجابة عنه يا أخ حامد، أعذرني، لكن تأكد إننا بصدد مهمة كبيرة جدا. ادعي لنا يا أخ حامد، ربنا ينصرنا. ادعي لنا. شباب لو بدكم أي شيء ها، أي شيء قولوا لي، ما تخجلوا، أنتوا إخواتي ها. ربنا يحفظك يا ابن الأصول. يعني لو سمحت يا نجيب، ممكن أطلب منك طلب؟ أنت تؤمر تهامي. كنت عايز تليفونك أطمن على خطيبتي في مصر. بس هيك؟ تكرم عيونك. سيك اطلبها. شكرا. لما حماس مسكت السلطة بعد الانتخابات طلبوا من فتح انهم يسلموا سلاحهم. ما هو ده المفروض برضه يا ابو طارق، اصل هما دلوقتي السلطه التشريعيه، عشان المسائل ما تبقاش فوضى. منيح. ابني نجيب ما رضيش يسلم سلاحه. قام ابني حامد وقف له.
الولاد كانوا حيقعوا ببعض يا ناجي بيك. ألا ودي شغلانة إيدي؟ وأنت كان رأيك إيه؟ مفيش حدا بيسلم سلاحه. البلد معرض للضرب كل يوم يا ناجي بيك. إحنا قبل ما نفتش بعض لازم نشوف في الصهاينة إيش بيسووا. إحنا واقفين البعض وسايبين عدونا يمرح بكيفه. وانت شايف اخرتها يا ابو طارق؟ هينا عايشين لبين ما نشوف اخرتها ولا عمرينها ما تبين. يا ناجي بيك نحن سوينا اللي قدرنا عليه والدور دلوقت للشباب. الحقيقه شكلهم ما يطمنش ابدا يا ابو طارق. ايش اخر اخبار النكت في مصر؟ لا احنا عايزين بقى نسمع نكت غزاويه، اصل عندنا ازمه نكت كبيره في مصر. قول لنا انت واحده يا ياسر. طب اسمعوا، في اتنين محششين من غزة، واحد بيقول للتاني ايش رأيك احنا الاتنين نصير فنانين؟ قال له كيف؟ قال له بسيطة. قال له انت بتصير فنان تشكيلي وانا بصير فنان اشكيلك. هلا يعني كشكيشي اخر. طب اسمع دي، غزاوي راح يحج، عم شاف الناس بيرجموا ابليس بالحجاره، جاب عجل سياره وولع فيه. اخرب عقلك يا ياسر، ده انت مصيبه. ياسر دماغه مقلوبه، هو هيك طول النهار والليل بيتمسخر وبينكت. طب اسمع هادي، قررت الغزازوة والنبالسة والخلايلة يبني جسر بين هالمدن الثلاثة. الغزازوة قالوا الحديد علينا، والنبالسة قالوا الحجارة علينا، والخلايلة قالوا الاسمنت علينا. بعد أسبوع وقع هالجسر فوق دماغ الناس. قالوا الخلايلة يا خسارة راحوا الاسمنتات، والنبالسة قالوا يا خسارة راحت الحجارة. غزازوة قالوا منيح ما حطينا حديد كان راح علينا. أنا توت. وأنا كمان. طب اضحك. عشان الحديد. لا اسمع هذه يا ناجي بيك، أعلنوا منع التجول في غزة، قام طلعوا أهل غزة عشان يشوفوا إيش القصة. تحكوش ليه؟